السلام عليكم. يقول أحدهم: كنت خارج من المسجد بعد صلاة العصر، دست على طوبة فاختل توازن جسمي فسقطت على الأرض، فشعرت بألم شديد في ساقي. ذهبت للمستشفى وتبين أنها كسر في قاعدة المشطية. أخبرني الطبيب أن الجبس سيستمر من شهر ونصف إلى شهرين. ما هذا الذي تقول؟ مستحيل، إنها مجرد طوبة صغيرة جاءت تحت قدمي، فلم تصدمني سيارة ولم أسقط من مكان مرتفع. مساء اليوم نفسه وبعد العودة إلى البيت بدأت تتكشف لي حقائق ودروس وعبر ما كنت ألاحظها ولا ألقي لها اهتماما كثيرا. بدأت أكتشف أهمية قدمي وللمرة الأولى في حياتي، وعظيم ما تقدمه لي من خدمات وما تقوم به من أدوار لم أشعر بها قبل اليوم. صار دخول الحمام مهمة تحتاج إلى تخطيط وترتيب وتركيز شديد. الوضوء والصلاة وقضاء الحاجة صارت مهمات تحتاج إلى ترتيبات خيالية وصعوبات بالغة. فجر اليوم الأول بعد الحادث ذهبت للحمام، وبعدما توضأت سقطت سقطة في الحمام لا أعرف إلى الآن كيف نجوت منها، ولله الحمد. صرت لا أستطيع المكوث بمفردي في البيت، فلا بد من وجود من يقوم على خدمتي ورعايتي، ولم يعد بإمكان أفراد الأسرة اتخاذ قرارات خروجهم من البيت بمعزل عن هذا التغيير الذي حدث. صار الحمام بعيدا جدا وشاقا، وصار المطبخ كأنه في بناء آخر. لأول مرة أستوعب مشاعر من أقعده المرض ومشاعر كبار السن، وأتخيل من يعيش وحده وتتوقف حياته حتى يأتي من يخدمه ويساعده ويرعاه. لم أكن أتخيل أبدا أهمية قدمي وخطورتها لهذا الحد. فبمجرد تعطل قدمي تعطلت حياتي كلها وتبدلت تماما. طوبة صغيرة تحت قدمي بدلت برنامج حياتي كله. وبعد عدة أيام شعرت بألم رهيب في سمانة ساقي المكسورة، فأسرعت في منتصف الليل للمستشفى، وبعد فك الجبس وعمل الفحص شخصت الحالة بأنها جلطة في الأوردة العميقة، وهي تحصل في حالات الجبس أحيانا نتيجة عدم الحركة. كنت أحقن بحقنة في البطن، لم يمر علي في حياتي شيء بهذا الرعب. كنت أفكر في الحقنة التالية، والحقنة الحالية لم تخرج من جلدي بعد، فنقلت للعناية المركزة. بدأ شريط حياتي يمر أمام عيني، وكان أكثر معنى مسيطر على خاطري هي النعم الكثيرة التي لم ألق لها بالا عندما كنت في حياتي العادية، والندم على التفريط في كثير من الوقت الذي يضيع. لا أقول أنه في معصية، ولكن بدون فائدة أخروية تنفعني يوم القيامة. بجانبي في غرفة الرعاية وجوه تنتظر الخاتمة في أي لحظة. عملت لي أشعة الصدر، كانت حياتي كلها متوقفة على كلمة الطبيب الذي راجع الأشعة. دخل علي حاملا الأشعة وأنا في انتظار كلمة فارقة، فقال الدكتور: الأشعة سليمة والحمد لله. قالها الطبيب بكل بساطة، فانتهت في عقلي سيناريوهات مرعبة محزنة ومؤلمة. كانت المعضلة أن القدم ما زالت مكسورة، لكن الجبس ممنوع بسبب جلطة الساق، وأن علاج الجلطة مقدم على علاج الكسر، مما يعني أن العودة للمشي عليها سيحتاج لوقت أطول من الطبيعي. يا الله لك الحمد ولك الشكر. الحياة العادية هذه التي ننعم فيها هي نعمة عظيمة وقوية وكبيرة، فاعتياد النعمة يجعلك تنسى أنها نعمة. نعمة إن كنت تعرف عمق ومعنى هذه الكلمة.
السجن الذي أقعدني عن الحركة والمرض الشديد الذي ذقته عرفاني بمعنى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اليوم مر علي 35 يوما لم تمس جبهتي الأرض، فأنا أتوضأ وأصلي في الفراش. عافاني الله وإياكم من كل بلاء، اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها. اللهم يا رب يا جواد، لا تزل نعمة أنعمتها علينا بجودك وكرمك يا رب العالمين. الدنيا 3 أيام، الأمس عشناه ولن يعود، واليوم نعيشه ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون. فصافح وسامح ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وهم ونحن راحلون، فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك. في كل إنسان هناك ضعف وقوة وشجاعة وجبن وصمود واستسلام، نقاء وقذارة، فالمخلص يقاوم والغادر يخون، والضعيف يتهاوى تحت اليأس والبطل يقاتل. في المدرسة يعلمونك الدرس ثم يختبرونك، أما الحياة فتختبرك ثم تعلمك الدرس. من يجتهد يبلغ، ومن يصبر يصل، وينله بعد بلوغه الترحاب. اثنان لا تنساهما، ذكر الله والموت، واثنان لا تذكرهما، إحسانك للناس وإساءتك إليهم. من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس إلى قلبه أبدا، وسوف يرى الدنيا أمامه يداولها الله بين الناس. فالأغنياء يصبحون فقراء، والفقراء ينقلبون أغنياء، وضعفاء الأمس أقوياء اليوم، وحكام الأمس مشردون اليوم، والقضاة متهمون، والغالبون مغلوبون، والفلك دوار، والحياة لا تقف، والحوادث لا تكف عن الجريان، والناس يتبادلون الكراسي، لا حزن يستمر ولا فرح يدوم. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. قد تقصر الحياة وقد تطول، فكل شيء مرهون بالطريقة التي نحياها بها. لو تصفحنا سير الناجحين من حولنا لوجدنا أن كل واحد منهم لديه قصة حبلى بالمعاناة، رافقت بدايته وساهمت بصنع النجاح الذي يعيش فيه. فالإخفاقات وقود ودافع للمثابرة، إن الأجنحة التي لا ترفرف لا تطير. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا العلم فإنه يتسع. كن جبلا ولا ترهبك قوة الضربات، فقد ثبت في تاريخ الأبطال أن النصر في الحياة يحصل عليه من تحمل الضربات لا من يضربها. ما من عبد يترك ذنبا فرارا من غضب الله إلا وجد ثمرة تركها في حياته، كحلاوة الإيمان أو سعة رزق أو توفيق لطاعة أو صلاح ذرية أو قبول في القلوب. إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، فإذا قلت يا رب إما أن يلبي لك النداء أو يدفع عنك البلاء